مرحبا، هاي كيفكن؟ معكن قمر، معاكن دانا من قناة قمر ودانا. اليوم انا رح لزق اخي ورح اجيب له هدية. دانا بدها تجيب لي هدية، ما رح تفتحها قال الا على اليوتيوب، رح تلزقني بشرطة. رح فرجيكن اياها لكم. رح عم قلها هلا انه فرجينا الهدية، بس قال بشرط انه رح تلزقني باللزق لحتى تعطينا الهدية وقدام اليوتيوب المتابعين. يلا، واهم شيء لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. عن جد يا جماعه، عن جد شكرا على الدعم كثير. ما شاء الله. وخلينا نبدا الفيديو. يلا بلش. بسم الله. وهلا رح اجيب له الهديه. انا هلا بربط. يلا خلصينا، صار لها زمان بتقول راح تجيب لها هديه وهديه وما هديه. عن جد شكرا على الدعم كثير. شو ها؟ لا ده انا ما بصير، ما بصير اماني. لا هلا ترى هدول هني، هدول هني مكياج ما بصير ثاني. خلص فلتة فلتة. شو هذا بعدك فلتينة فلتة؟ ماني انت بدك تحاول. فلتة فلتة ما بصير. شو هذا قلتي لي هدية؟ ما شو فلتة شو هذا؟ خاص يعني انا ما بصير. خاص يعني انا هلا لك لا يا فلتينه. هلا والله العظيم سوى كسر لك المكياج كله. مقطع بعد خلاص خلاص ما خلنا نشوف اذا والله العظيم ماني مكسر لك المكياج. ما بصير على دي يا جماعه، والله كنت عارفه انه هذا هيك بجسر ما له بعدي. خلص يا زلمه. يا دانا هاي الشفايف مش هاي. حلي عنك تعال. والله أنا والله ما أدري. خلاص يا دانا يا دانا خلاص. شو والله العظيم يا جماعة اقسم بالله كسر لها شيء. خلص يا دانا. واو ما هذا انه حلو كثير يا جماعه اقسم بالله في انتقام. هلا شوفي يا دانا بس فضيله. واو ليه؟ ليه؟ ليه؟
امامك اياها. هلا شوف شو راح اسوي. لك لا شرب.